برضو في نقطة ان انا مش مقيد الموسم ده، لما انا اتصبت كان في تنسيق مع الكابتن سيد والكابتن الخطيب ان انا اترفع من القائمة، عشان كان كهربا انضم للفريق فكانوا محتاجين ان من القائمة. اترفع القائمة المحلية. دي نقطة مهمة جدا يا سعد، خلي بالك انك مجلس الإدارة يقعد معاك ويقول لك انا هشيلك من القائمة عشان كهربا يخش، ويبقى انت اتشلت من القائمة تبقى انت فري، يبقى لاعب لعيب حر. فانت تتشال من القائمة وعشان كهربا يخش تبقى انت فري، لو اي لاعب تاني ممكن جدا انت فري، ممكن جدا يروح لنادي تاني ومحدش هيلومك، لان هتقول خلاص انا هو انا حصل لي موقف في الموضوع ده يا كابتن هاني، يعني حصل لي موقف. انا بالنسبه لي يعني حاجه محترمه جدا. هو ده اللي حصل يعني. هو طبعا في البدايه الكابتن سيد كلمني وانا في الثاني يوم او ثالث يوم العمليه، وقال لي طمن عليا وكان متابعني وكده، وبعدين قال لي الكابتن يعني هو اتكلم مع كابتن كان بيفكر ان هو يجي لي المانيا يطمن عليا وكده يعني بعد العمليه، فقال لي انا نسقت مع الكابتن، والكابتن قال ده ابننا وده من ولادنا وسعد من الناس الرجاله، واحنا يعني هو متفهم للوضع يعني، مش لو لعيب تاني او حد تاني ما نعرفوش كويس ممكن نروح له نقعد معاه. فقلت له طبعا يا كابتن انا تحت امر النادي ومفيش اي مشكله خالص، حتى كابتن سيد مش بيقول لي هنشيلك من القايمه، بيقول لي احنا بنفكر نعمل كده، فانت هل انت يعني مرحب بالموضوع ولا انت هتبقى متضايق ولا بياخد رايك كمان. فحتى نفسيا كنت انا طبعا بشكره على شعوره ان هو بيخيرني، فقلت له اكيد يا كابتن مصلحه النادي في الوقت ده الاولى، ان انا لسه هيبقى قدامي من 6 ل 9 شهور كاصابه واصابه طويله، فمصلحه النادي هي الاولى، وده مش شعارات يعني، ده واقع حقيقة. انا هقعد فتره طويله، فالنادي استفاد بالمكان يعني. فده اللي حصل، وبعدين كلمني الكابتن سيد على الموضوع ده، وبعدين فعلا كهربا دخل في القايمه. حتى انا هزرت مع الكابتن سيد بعدها، قلت له يا كابتن طب هو دخل في القايمه وتوقف 8 ماتشات دخلونا انا كنت استفدت بيه انا احسن يعني. لا موقف انا بقى انا بحترمك جدا، بحترمك هنا بقى في يعني وقفه بقى طبعا يعني، لان انت الايام دي بنسمع ايه الايام اللي فاتت، اصل ما فيش حاجه اسمها ان في الاهلي بيوقعوا على بياض او في اي نادي تاني. وده اللي حصل، ده بقى هو يعني مثال حي للي وقع على بياض في النادي الاهلي، مع ان يعني تم رفعه من القايمه، تم رفعه من القايمه معناها ان انت لعيب حر زي ما كابتن قال. فاحكي لي بقى الكواليس دي يا سعد اكتر، يعني انت ما قلقتش؟ انت عندك اصابه يعني شويه قعدتك شويه، يعني ايه اللي حصل؟ يعني ايه كانت الكواليس؟ كابتن خطيب كلمك كان عارفه صح؟ كلمنا. كان في مكالمه بينك وبين كابتن خطيب مهمه جدا، احكي لنا عليها برضو. هو كابتن خطيب طبعا في عنده الجانب الانساني مهم جدا، ان هو دايما المصابين بصراحه ما بيسيبناش يعني، هو شخصيا بيكلمنا بيطمن علينا وصلتوا لايه، طب المرحله دي حاسين بايه، عنده سنس هو لعيب كوره يعني طبعا يعني عنده سنس ان اللعيب ليه اصابه، ولما بيكون لعيب كوره يعني لما بيكون نجم بحجم الكابتن الخطيب واسطوره كبيره كرويه، وغير ان هو رئيس النادي بتاعك، فالناحيتين بيفرقوا معاك نفسيا طبعا ومعنويا طبعا. يعني الكابتن الخطيب اي لعيب او اي حد، مش عشان هو رئيس النادي بس، انت اي حد بيبقى نفسه يشوفه يتصور معاه يتكلم معاه يسلم عليه، دي الاسطوره بتاعت الكره المصريه يعني ده معروف. فلما هو بيكلمك وبيطمن عليك اكيد انت بتبقى معنويا الموضوع بيفرق معاك، الموضوع بيبقى نفسيا بتحس ان رئيس النادي بيدعمك. يعني الفتره اللي فاتت الكابتن كلمني طمن اخبارك ايه، هو كان حريص يقول لي ما تستعجلش، الاصابه وتر اكيلس دي مش سهله، محتاجه ان انت تاخد وقتك في العلاج الطبيعي. فطبعا هو عنده احساس الاب ان هو بيبقى دول ولاده وهو ان هو بيدعمهم، فطبعا بنشكره بالنيابه عن زمايل المصابين. يوم عمليه متولي كان موجود في العمليه على طول، طمن على كريم ومحمد محمود، فدي معنويا بتفرق لدرجه كبيره معانا يعني. فالنقطه الثانيه ان انا فعلا كنت العقد لما كان بتاعي اترفعت من القائمه كنت انا فري، وكان حصل ان انا المفروض كنت امضي على عقد جديد، والظروف حصلت الفتره دي كان حصل كذا موضوع في النادي، وكان في عندنا مباريات وضغط وكده، وبعدين الكابتن سيد كان عنده كان في ظرف عنده محدش كان يعرفه، وكان مرض اخوه، كان اخوه كان مريض الفتره دي، وكان في بعض يعني الانشغال ده في اول السنه صح؟ بنتكلم على اول السنه يناير. فانا كان المفروض امضي على عقد جديد، لان وانا ما كنتش اعرف ان انا لعيب حر اصلا يعني، انا ما كنتش اعرف اصلا يا كابتن هاني ان انا ما
انت مش في دماغك، انت خلاص. انا عارفك كويس ان مش في دماغك حتى لاعب حر مش حر، انت خلاص موجود في النادي الاهلي يعني. ما فيش تفكير في حاجه ثانيه. انا مش في دماغي خالص. ده دليل على تقديره للنادي الاهلي. فانا عرفت بالصدفه يعني انا عرفت بالصدفه ان انا حر. طبعا فعرفت طبعا. وبعدين كلمني الكابتن سعيد وكلمني امير توفيق مدير التعاقدات في النادي، وقالوا لي علشان خاطر العقد القديم ده اتلغى فنحتاج ان احنا نعمل عقد جديد. فانا الكابتن سعيد كان بعت لي الاداري علشان خاطر يديني العقود ان انا امضيها وكده. فروحت اتكلمت مع الكابتن سعيد، قلت له انا هجي لك انا كابتن النادي، وخدت العقود ورجعت النادي للكابتن سعيد. فهو الكابتن سعيد بيقول لي احنا هنعمل عقد جديد وكده، فشوف انت طلباتك ايه، الدنيا ايه. فانا كان معايا العقود ممضيه يعني. انا مضيت العقود في البيت ورحت سلمتها للكابتن سعيد يعني. انا اديته العقود وهو وامير، وبعدين العقود كانت فاضيه يعني. يعني هو اداك العقد، خدته البيت، مضيت بدون حتى ما تبص على البند، ما تشوف فيش ولا فيش حاجه في العقد. فاضي هو العقد فاضي. فسلمته للكابتن سعيد. هو الكابتن سعيد يعني هو استغرب من الموقف حتى امير، ان يعني مضيت على بيض، ان ما حدش بيعمل كده. ان انا اديته العقد وهو كلم الكابتن وحكى له على الوضع، فقال له ده ابننا ومن ولادنا وحتى الكابتن سيد موجود يعني. ما بقولش كلام، لا حقيقه يعني مش عارف. بس وبعدين بعد كده بقى النادي. وخلي بالك يا كابتن هاني، احنا يعني انت في اوقات مثلا النادي بيقول لك انت احنا عايزينك تجدد، سيبك من الموقف بتاعي. فانت بتقول تمام يا كابتن، انا حاجه ابقى سعيد. وبعدين ميزه ان النادي بيجي يكلمك قبل نهايه عقدك بسنه، بسنه ونص. انا طول عمري مثلا النادي يجي يكلمني قبل نهايه عقدي بسنه، بسنه ونص. فانت بتبقى مبسوط من جواك ان النادي بيكلمك طبعا على تجديد عقدك يعني. ف بتمضي العقد وبعدين بتسلمه لمدير الكوره يعني. في حالات كتير بتحصل كده، ممكن بعد شهر شهرين تبتدي تتكلم في التفاصيل الماديه بتاعتك، لان في ناس بتقول مثلا ان ده ما بيحصلش، بس ده بيحصل.